اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشرين، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي ارتفع بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنسبه 89% ليبلغ مستوى 7974 و84% من النقطه. زاد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنحو 1.9% ليبلغ مستوى 347 و7% من النقطة، وشمل ارتفاعات مؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا، والذي صعد بنحو 76% ليبلغ مستوى 784 و37% من النقطة. دفع مؤشر جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 62% مسجلا حوالي 8091 من النقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في سوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 31.96%، تلاه قطاع أغذية ومشروبات بنسبة 15.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 14.04%، بينما حل قطاع العقارات رابعا بنسبة 13.37%. بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحواذوا على نسبة 70.48% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا واستحواذوا على نسبة 20.07%، بينما اتجه العرب نحو الشراء حصلوا على نسبة 9.45%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحواذوا على نسبة 28.24%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 71.75% من إجمالي التعاملات. أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد صدرها سهم قناة السويس لتوطين تكنولوجيا بنسبة 9.42%، تلاه سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 8.33%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 6.45%، ثم سهم مصر للأسمنت قنا بنسبة 5.05%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً صدرها سهم الدلتا للسكر بنسبة 7.94%، ثم سهم مصر بن سويف للأسمنت بنسبة 65%، تلاه سهم الخدمات الملاحية والبترولية مارديف بنسبة 73%، حل رابعاً سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبيكو بنسبة 2.86%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 407.1 بعد تعاملات بلغت نحو 943 مليون جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة اليوم، سعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ أحمد ثابت، خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أستاذ حضرتك وأستاذ المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة، ثم نبدأ تحليلنا حول هذا الأداء، فابقوا معنا. من جديد عاد اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على صعودها الجماعي لدى إغلاق تعاملات الاثنين ثاني جلسات الأسبوع. السوق لقت دعما من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية خاصة، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، ليصل إلى 407.1 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بنحو 543 مليون جنيه، وإجمالي تداولات بقرابة 943 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة 89%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.9%، وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 76% إلى قيمته. التداولات شملت 156 سهما، ارتفع 73 سهما منها وتراجع 33 سهما، واستقر 50 سهما آخر عند مستوياتهم السابقة.
رحب بحضراتكم مجددا. نبدا تحليلنا حول هذا الاداء مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ احمد ثابت. يعني استاذ احمد، بدايه الاسبوع كانت البورصه على هبوط، اليوم الحمد لله بدات تخضر الشاشه وبدات الارتفاعات تعاود مكانها. كيف تحلل اداء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن كان اول اسبوع كان لسه الاداء متباين، يعني لسه السوق كان في بعض القوى البائعه البسيطه، لانه كان السوق فوق مستويات 7850 وال 7900، واللي هي كانت كل مره السوق بيوصل ليها بتحد او بتقلل وتيره الهبوط مع الوقت. ما كان السوق وصل امبارح قرب المنطقه دي، جه النهارده السوق ما قدرش يلاقي بياع اكتر من كده، قدر النهارده السوق انه يرتد من مستويات ال 7900. اغلاق كان كويس، حجم التداول الى حد ما كان معقول، ولو انه هو ما كانش على كل الاسهم وكل القطاعات. اعتقد ان دي بدايه، هتكون بدايه ارتفاعات جديده الفتره الجايه ان شاء الله في سوق المال. طب حجم السيولة كان النهاردة متجاوز 500 مليون، يعني هل ده مبشر بأن احنا هنرجع تاني نسمع الأرقام اللي فوق 800 إن شاء الله نوصل المليار 2014 زي ما يعني هو لسه السوق برضو بما يزال بينقصه كتير قوي من السيولة. حجم التداول النهاردة كان مركز بشكل كبير جدا على الأسهم القيادية، خصوصا الأسهم اللي هي التوب 3 يعني كانت موجودة النهاردة. فما شوف يعني ما كانش حجم التداول يعتبر أنه معبر على السوق بشكل عام. مازال السيوله وحجم التداول يعني غير مقنعه، والدليل ان هو شفنا كتير قوي من الاسهم والقطاعات ما قدرتش ترتد مع السوق. الارتداد اللي احنا شايفينه يعني يؤهل لمزيد من الصعود الفتره الجايه، ولو ان احنا شايفين ان مستويات ال 7900 ان شاء الله و 7850 بشكل اخص هي اللي هتقود السوق ان شاء الله مع الثبات فوقها لمزيد من الارتفاعات، اللي هتبدا الاول طبعا بالاسهم القياديه واحتمال تاخد جزء من الاسهم الصغيره والمتوسطه، طبعا مش كلها. يعني هل نتوقع الاسبوع ده ان شاء الله ان احنا نتخطى، نوصل ربما نعدي نكسر ال 8000 ونبدا تاني نرجع لمحل 8500؟ متوقع الفتره الجايه بشكل يعني اخص ان شاء الله. الفتره دي مداها قد ايه بس عشان يعني الكلام، لان طبعا هي فتره توقعات، ما حصلش تاثير لسعر الفائده اللي تم تثبيته، ما حصلش تاثير كافي زي ما كان بعض الخبراء متوقعين. يعني هو دايما أخبار جديدة، هو دايما التأثير بيجي على مراحل. هو مفيش السوق ده دايما عرض وطلب، في أوقات معينة بيكون السوق لسه بياخد مراحل اكيميوليشن على الشورت ران أو على المدى القصير، بياخد منطقة تجميع بسيطة، ما نقدرش ياخد السوق وان شوت ارتفاع، لأن هو لما بيحصل ارتفاعات مرة واحدة بيحصل هبوط أسرع منه. اعتقد منطقه التجميع الفتره اللي فاتت على مدار 4-5-6 جلسات فاتوا كانت اللي ما بين 7900 و 8050، دي كلها كانت مستويات تجميع. اعتقد ان مستويات ال 8080 لما هتبدا تخترق، اللي احنا متوقعينها تخترق الاسبوع ده، هي اللي هتبقى بدايه دخول للمضارب على الاقل قصير المدى اللي هو شايف مزيد من الارتفاعات الفتره الجايه. اعتقد ان احنا مؤهلين دلوقتي للوصول لمستويات ال 8300، واللي هنعاني هناك من بعض عمليات جني الارباح، يعني بنتكلم في منطقه عرضيه ما بين 7900 و8300 حتى اختراق ال 8300، اللي احنا لسه ما فيش باور كافي الفتره الجايه ان احنا نشوفه. طب البعض شايفين ان احتمال الاسهم الصغيره والمتوسطه تحديدا تكون عامل جذب للمستثمر الصغير، واسهم المضاربات تحديدا يعني، وتحرك السوق، تدي انتقاله او دفعه نوعيه اذا جاز التعبير، يعني شايف حضرتك ايه برضه؟ للاسف السوق ما فيهوش اي سيوله كافيه، والسيوله تقريبا مركزه تقريبا بنسبه 90% موجوده داخل الاسهم القياديه والاسهم الكبيره، وحتى كمان مش كل الاسهم القياديه، وفيها تباين كبير جدا في الحركه. يعني مثلا بنلاقي كتير قوي من الاسهم القياديه البرفورمانس بتاعها او الاداء بتاعها متوافق مع حركه المؤشر الرئيسي، واسهم تانية ما زالت يعني شغاله ما بين قمم وقيعان، يعني موجود على الـ على الـ على الـ على الرسم البياني الاسبوعي مداها بعيد جدا، وتكاد تكون لحد دلوقتي تحت قيمتها العادله بكتير، ودي يعني ممكن تكون علامات استفهام كتيره جدا موجوده للسوق، ان هو السوق ما زال ناقصه سيوله كبيره. ما اعتقدش ان الطلعه دي هتفرق على الطلعات اللي فاتت بنسبه كبيره جدا، برضه هتكون موجوده داخل الاسهم القياديه واسهم المؤسسات الكبيره، الا لو حد يعني لو حصل اي خبر ايجابي قوي جدا يحرك السوق كله بشكل عام. طيب في مجموعه من الاسهم، يعني ان صح برضه تعبيراتنا، يعني بنسميها اسهم دفاعيه، يعني هي توزع كوبونات الايام دي وبرضه مكاسبها مرموقه وواضحه، وهذه الاسهم لا تتاثر رغم ان احنا احيانا بنشوف ان البورصه بيحصل لها حاله من التصحيح، الا ان هذه الاسهم ما بيصيبهاش جزء كبير من التصحيح. رؤيتك برضو توقعاتك ايه لقطاع المطاحن ده تحديدا او هذا النوع من الاسهم؟ هو مش شرط يعني حتى الاسهم الدفاعيه، يعني لما بيكون السوق في مراحل مش شايفين ان هي انهيلثي، مراحل غير صحيه على الاطلاق، احنا كل الطلعه اللي احنا طلعناها من عند ال 5500 حتى هذه اللحظه ممكن تكون طلعات غير صحيه، شملت بعض الاسهم القياديه بشكل اخص. حتى الاسهم الدفاعيه ممكن ما تنزلش، بس الارتفاعات فيها بتبقى محدوده، يعني بتلعب تقريبا في 20% رايح جاي، ودي ما بتبقاش هي قدرتها الحقيقيه او الحركه بتاعتها الحقيقيه
في سوق يعني شايفين ان هو الاسهم فيه خصوصا الاسهم الدفاعيه اللي حضرتك بتتكلم عليها يعني تحت قيمتها عادله بكتير، بالاخص قطاع المطاحن اللي هو طبعا مش كله، في بعض الاسهم المطاحن خسرانه. خلينا نتكلم في اسهم المطاحن اللي هي القويه، ممكن تاخد بعض الارتفاعات الفتره الجايه، بس برضه هي مش هتكون ارتفاعات ذات جدوى كبيره جدا، خصوصا ان الكوبونات دلوقتي ما بقتش يعني او العائد الاستثماري ما بقاش مهم جدا في ظل ان هي الناس دلوقتي بتدور على ارباح راس ماليه مش ارباح عائد. طب احنا بنتكلم في سقف عموما، احنا بنتكلم بشكل عام كل الاسهم مش في قيمتها العادله، حتى لو قعدنا ايه نصنف او نقسم فيها ده امر طبيعي. طبعا. وفي سقف في الحركه لكل هذه الاسهم مجتمعه مع بعضها، ده طالع ده نازل، حاجه نسبيه. تمام. احتمالات تحريك هذا السقف ايه؟ يعني كل الاخبار الايجابيه، مساله طرح بنك القاهره والاقتراب، مساله الرخصه الرابعه والموقف بتاع ثلاث شركات للاتصالات، مع ايضا حاله التراكم لقرار صندوق النقد الدولي والتمويل لمصر، كل هذه الظروف كيف تراها مؤثره على الوضع الراهن؟ احنا بنتكلم في اسبوعين يا استاذ احمد، 10 15 يوم تقريبا على اكثر التوقيت. لو 10 15 يوم يبقى انت كده بتتكلم على المدى القصير، مش هيحصل حاجه على المدى القصير زي ما حصلش حاجه الفتره اللي فاتت. هتبقى ارتفاعات عاديه جدا في بعض الاسهم القياديه، هتلاقي المؤشر بيطلع ممكن يوصل لحد مستويات ال 8.5 لحد ال 8700 في الرينج دوت، وعادي جدا. وتلاقي الاسهم يعني اغلبيه الاسهم القياديه حاولت تشم بعض النفس، والاسهم الصغيره المتوسطه هتلاقيها زي ما هي ما فيهاش اي حركه في التداول. احنا لو احنا بنتكلم على دخول سيوله بتحرك السوق كله مع بعضه، اعتقد ان هو يعني لحد دلوقتي الحاله الاقتصاديه سواء محليه او يعني ان جلوبال كده هوت، يعني حوالينا كده هوت، لسه ما زالت مبهمه، ولسه لحد دلوقتي القرارات الاقتصاديه اللي موجوده في البلد بشكل كبير جدا يعني ما اثرتش او ما فيهاش جديه بشكل كبير، او ان احنا شايفين ان هي لحد دلوقتي متناقضه مع بعض، فما ما بتلاقيش دافع بالنسبه للمستثمرين الكبار او سنين الاستثمار الكبيره اللي هي بتدخل مناطق بتدور على اسهم تحت قيمتها العادله بكتير عشان تبدا تستثمر. ممكن مش لاقيه الفرصه دي موجوده في السوق المصري حتى هذه اللحظه لتضارب الاقاويل او تضارب القوانين. اعتقد ان احنا هنفضل في الحاله دي لسه فتره كبيره، حتى لو ان كان في منطقه يعني ارتفاعات هتيجي الفتره الجايه ممكن توصل ل 600 او 700 نقطه. نقطه المقاومه بتاعتها كام؟ ارتفاعات السوق يعني احنا بنتكلم في 8300 اول محطه. اعتقد ان احنا هناخد 8300، انا اسف بقطع كتير معلش، 8300 دي احنا مقربين عليها في خلال الاسبوع ده او اللي جاي اذا كنا يعني بنتكلم في الاسبوع الجاي ممكن. الاسبوع الجاي بعدها هناخد بعد كده منطقه عرضيه تحتها شويه، وبعد كده نرتفع لحد 8500 8550، اللي هتكون هنا بدانا نعمل هاي جديد، اللي هي ممكن توصل بعدها ما بين 8650 و8700. اعتقد المنطقه دي هتبقى منطقه صعبه جدا للاختراق، واللي هتعاني من بعدها كده السوق مره تانية يعني لمنطقه عرضيه تانية على المدى المتوسط اللي هي ممكن تستمر الفتره. هنا هو ساعتها يعني السوق هو اللي هيقول قرار، اذا كنا احنا قادرين بعد منطقه عرضيه تحت مستوى 8600 8700 ان احنا نخترق تاني، ولا ان احنا كده يعني هيكون السوق يعني لسه بدري عليه شويه. هل هذه التوقعات رغم اننا في الربع الثاني ودايما من المتوقع ان الربع الثاني بيكون بدايه حركه انطلاقه للسوق، يعني ما فهل ده يعني مساله اختراق 8600 او 700 زي ما حضرتك شايف، هل ما تتوقعش ان ده ممكن يكون تتحول 8600 700 دي لدعم ونبدا ناخد على نقطه مقاومه جديده؟ احنا نتمنى، ولكن يعني نتمنى بس التوقع هو اصل التوقع في حاله ضعف السيوله الموجود الحالي وعدم يعني عدم وضوح الرؤيه الاستثماريه خصوصا في سوق المال والسياسات النقديه وحاجات كتيره جدا. انت لحد دلوقتي انت قاعد مبهم، يعني اي حد بيقرا الاخبار ما بقاش عارف، طب احنا هنخفض الجنيه؟ لا مش هنخفضه، هناخد القرض؟ لا مش هناخده. ما بنعمل يعني خلينا على النظره الايجابيه، خلينا نتكلم على النظره الايجابيه التفاؤليه. خلي النظره التفاؤليه قيمه تمويل صندوق النقد جاء، والتمويل الثنائي او الداعم اللي متوقع ايضا الى جوار هذا التمويل دي كلها حتى لو خدنا قرض صندوق النقد، وحتى لو حصل تخفيض للجنيه بحيث ان هو يحاول يقفل الجاب شويه اللي ما بين الـ 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 سعر الدولار وسعره في السوق الموازيه والسعر الرسمي، برضو دي كلها قرارات على اللونج ران. يبقى احنا ما زلنا بنتكلم ان احنا في المنطقه او المنطقه القصيره اللي دلوقتي المضاربين دايما بيشوفوها ان هم عايزين يستغلوها، او حتى المستثمرين متوسطي الاجل لسه ما زال لسه قدامنا شويه وقت، ويمكن شويه وقت كتير. طول ما احنا تحت ال 8700 وطول ما احنا فوق ال 7900، احنا لحد دلوقتي فوق ال 7900 احنا لسه في الامان، او 7850 او 7800 تحديدا، خلينا نتكلم برضو في الفلتر بتاعها.
انما طول ما احنا تحت مستوى السبعه 8 600 8 700 يبقى احنا لسه لحد دلوقتي داخل المجالات الضيقه في السوق كله وفي اغلبيه الاسهم. احنا مستنيين قرارات اقوى من كده، مستنيين حركه حقيقيه او قرارات اقتصاديه اقوى بكتير، ان احنا شايفين ان هي دي يعني البدايه الحقيقيه لاسواق المال والاقتصاد بشكل عام، لان احنا لحد هذه اللحظه في الاقتصاد لسه يعني لو سالت اي محلل اقتصادي او محلل مالي هو شايف لحد دلوقتي العمليه مبهمه. لو انت سالته طب ايه رايك استثمر فين، سيبك من البورصه ادخل في العقارات، طب ادخل في الـ هتلاقيه هو واقف، لان هو اغلبيه القرارات دلوقتي مش واضحه، ما فيش يعني. طيب هذا الامر، هذا الابهام المؤقت او الضبابيه المؤقته ان ممكن. برضو صح التعبير، مش ممكن تكون هي حاله من الايجابيه يعني خلي البورصه يعني ظهرت لنا البورصه فيها في هذه الفتره او المرحله انها على حركه تصحيح عرضيه، مع ان كان هناك توقعات تنزل تاني وتكسر نقطه المقاومه الدعم عفوا وتكسر حاجز السبعة تدخل للستة 900 وتكسر السبعة 7000 نفسها. هو احنا مش بنقول ان حالة الوضوح عدم وضوح الرأي الموجود دلوقتي ده حاجة سلبية قوي، لان احنا حتى هذه اللحظة احنا لا، هي حالة انتظار ما بنسمهاش سلبية، حالة انتظار لقرارات ايجابية. هي حالة انتظار احنا مستنيين نشوف يعني نيكست موف ايه. ولكن انت دلوقتي احنا بنتكلم على المؤشر، المؤشر ماشي في حته، البرفورمانس بتاعه ماشي في حته، والاسهم ماشيه في حته تانية خالص. انت لو بصيت هتلاقي اسهم كتيره جدا كسرت القيعان بتاعتها ونزلت تحت القيعان كمان وعملت ارقام جديده جدا، رغم ان السوق زي ما انت قلت حضرتك فوق مستويات ال 7800 ودي حاجه محتفظ يعني شايفين ان احنا حاجه غير صحيه، ده مع ان السيوله متركزه في حتت معينه جوه السوق، جايز الاسهم اللي جوه الاسهم القياديه ذات الوزن النسبي العالي كمان مش كل الاسهم القياديه، وبقيه السوق تقريبا مش موجود جوه اي سيوله، ودي برضو حاجه علامه استفهام وحاجه ما زالت غير صحيه. طيب لازم نقول ان هي غير صحيه. خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده كان بيحمل اكتر من رساله ايجابيه الحقيقه، وبرضو ممكن يتبني عليه تفسير لبعض اشكال الغموض في المرحله القادمه برضه. هل شايف ان ده ممكن يكون الى اي مدى تاثيره لحين الانتظار للاخبار او تحقيق الاخبار اللي بينتظرها خبراء البورصه والاقتصاد بالفعل، الى اي مدى يكون تاثير هذه الايجابيات؟ هو الخطاب يعني برضه هو يعني هو بيخاطب المجتمع المصري بشكل عام، ممكن ما بيكونش بيخاطب الاقتصاديين بشكل خاص. احنا دلوقتي يعني الاقتصاديين بيبصوا لقرارات، بيبصوا ل يعني لرؤية. ما هناك وعود بقرارات وهناك وعود بنتائج فعليا، مساله الاسعار، مساله ورغم التحريك. ورغم كده انا شايف ان السوق النهارده تفاعل مع الخطاب ولو حتى بشكل بسيط، ان هو ما قدرش ان هو يظهر قوه بيعيه اكتر من كده اهوت، وقدر الثبات فوق مستويات ال 7900. ولكن هي المشكله في الاستمراريه، مش في خطاب ان احنا نرتد ارتداده او نشوف ناخد شكل ايجابي كده ولو حاجه صغيره وبعد كده نفرح وبعد كده نشوف الحاجه العكسيه. خلينا نستنى الفتره الجايه، الفتره الجايه اعتقد انها فتره حاسمه في الاقتصاد. الفتره الجايه ناس كثيره جدا متوقعه بعض القرارات، ما نعرفش تاثيرها الاقتصادي حتى هذه اللحظه. انا اسف استاذ احمد، ماشي هقطعك، الحته دي مهمه جدا. بعض الناس زي ما كل الناس متوقعه بعض القرارات، بعض القرارات، وهذه القرارات ايجابيه. المستثمر هنا واقف في حاله من الحيره، ده يقرب من اي اتجاه، يتحرك ازاي. هاخد من حضرتك روشته للمستثمر كيف يتعامل بحكمه مع البورصه وسوق المال بشكل عام او استثماراته بشكل عام برضه. هو يعني يعني اكتر حكمه اقدر اقولها دلوقتي ان هو عدم المغامره بكل اموالك في اسواق المال في الوقت الحالي. ولكن التفاعل مع سوق المال بالمنطقه العرضيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي مهم جدا. لا احنا متوقعين ارتفاعات كبيره جدا في السوق، ولا برضه متوقعين انخفاضات حتى في المناطق دي بالذات، خصوصا ان اغلبيه الاسهم تقريبا يعني وصلت لمراحل ان هي حتى القوى البائعيه اكتر من كده مش قادره، حتى الاسهم اللي جابت قيعان جديد ما بقاش فيها تاني عشان تنزل اكتر من كده. ده معناه ان احنا دلوقتي داخلين يعني ممكن ندخل في مراحل منطقه عرضيه ممكن لا تتعدى في الاسهم 10 او 15% صعودا وهبوطا. خلينا يعني خلينا المستثمرين يتحركوا على هذا النطاق، ملناش دعوه بالاخبار حتى هذه اللحظه، مش عايزين نتكلم على اخبار اقتصاديه وايجابيات، عايزين نتحرك في سوق المال مع السيول. ارتفاع لنسب معينة بنخفف مراكز، هبوط لنسب معينة بنبدأ نجمع مراكز. الاستثمار يكون في حدود 50-60% من رأس المال. هي دي يعني أكتر روشته أقدر أنصح السياسة الحكيمة فيها. يعني التعامل مع ظروف الفترة السياسة الحكيمة. طب والناس اللي خايفة تفوتها مفاجأة القرارات،
اعتقد ان والناس اللي عندها برضو تخوف من المغامره عن مخاوف اعتقد ان الفتره الجايه فتره يعني على الاقل الجلستين ثلاثه الجايين هيبقى في فتره ضخ السيوله مش بطاله. شايفين ان ضخ السيوله الفتره الجايه ولو حتى بنسب صغيره اعتقد هيكون مفيد على الشورت ران، يعني هياخد بعض الارباح الراسماليه ان شاء الله، ولكن ما اختيار القطاعات لان احنا شايفين القطاعات والاسهم مش ماشيه مع بعض. رتب لي القطاعات. اكيد طبعا قطاع البنوك هو رقم واحد دلوقتي، هو للاسف هو اللي بيصيد، يعني هو اللي كل مره بيقود كده تخطى العقارات. يعني هو لا هو طبعا قطاع العقارات هناخده رقم اثنين. قطاع البنوك هو دايما اللي هو طبعا بقياده الاسهم السهم التجاري الدولي هو دايما اللي هو بيقود القطاع بشكل او باخر. بنتكلم بعد كده على بعض الاسهم في قطاع العقارات اللي احنا شايفين ان هي تحت قيمتها العادله بكتير واللي هي موجوده برضه تحت الاسهم القياديه، شايفين ان قطاع العقارات فعلا الفتره الجايه هيكون في حركه مش بطله جدا الفتره. الاتصالات عشان اعتقد ان لسه القطاع ده اعتقد ان لسه القطاع ده يمكن شويه هياخد منطقه عرضيه الفتره الجايه، ممكن يتاخر شويه في 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 في, في الصعود بتاعه، ولكن هو ممكن يلحق الصعود مع نص الموجه ان شاء الله. يعني هو يمكن قطاع البنوك الاول، عقارات، وممكن نتكلم في توقعات يعني شبه اكيد ان شاء الله باذن الله، ودي طبعا طبق النظره التفاؤليه بعوده السياحه بمعدلات تحل مشكله الركود والتراجع اللي حصل، شايف هيكون تاثيرها ازاي يعني ده القطاع ده على مبدا. بص هو ده يعني عشان انا عندي كذا يمكن يا استاذ احمد، ما انا عايز احط الكام يمكن دول، ده دي النظره التفاؤليه، لو جمعتهم مع بعض في وجهه نظر مستثمر هيتعامل ازاي؟ هو برضو على اللونج ران ده هايل. انا بس بتكلم عوده السياحه دي يمكن من اكتر الحاجات اللي احنا مستنينها. البلد لازم نعرف ان الاقتصاد المصري محتاج دولار، محتاج عمله صعبه. خلينا نتكلم بصراحه جديد، احنا عندنا نقص حاد جدا في 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 الدولار، ودي يعني ما بيجيناش غير من السياحه. بمناسبه الدولار اهو لسه خبر برضو الاستاذ ايمن المخرج قال لي ان روسيا رفعت الحظر عن بعض الصادرات المصريه كتير، وده برضو كان نقطه مهمه وكانت لا تاثير، شايف تاثيرها ازاي برضو هيبقى بكره؟ ودي حاجه، دي كان تاني دوله تقريبا رفع يعني بتاع، كانت قبلها الكويت ودلوقتي روسيا. اعتقد ان هي دلوقتي حالا روسيا. طب واحنا كنا في حاله يعني بلبله في الخبر ده الصبح. يعني اتمنى انه الفتره الجايه ان احنا نركز اكتر على ازاي نعرف نجيب عمله صعبه البلد. طبعا القطاع الزراعي من القطاعات المهمه جدا اللي بتدخل دولار جوه الاقتصاد المصري. السياحه كانت من اهم القطاعات اللي بتدخل دولار. طبعا احنا الست شهور الاولين تقريبا من السنه دي كانت ضعيفه جدا واقل من 51% من السنه اللي قبلها بسبب طبعا الضربه الارهابيه اللي حصلت قبل كده في سيناء. شايفين ان شاء الله الفتره الجايه لو حصل فعلا عوده للسياحه والصادرات المصريه بدات تشد حيلها مع يعني تقليل كبير اللي بيحصل، الضغط اللي بيحصل على المستوردين، وده اعتقد ان هو في صالح الاقتصاد المصري بغض النظر عن المتضررين الفتره اللي فاتت. اعتقد الاقتصاد هياخد مراحل يبدا ياخد بقى اتجاهات مراحل التعافي، ولكن سوق المال بشكل خاص خلينا برضو زي ما قلنا نتعامل معاه بالواقع العملي. الواقع العملي ومنطق الحاكم. تلغرافيا توقعات حضرتك لبكره ان شاء الله زي. اعتقد ان السوق هيكمل الصعود بتاعه ان شاء الله حتى مستويات ال 8080، متوقعين اختراق ال 8080 جلستين بكثير ان شاء الله، المستويات ال 8250 8300 اللي احنا هناك هنشوف بعض عمليات جني الارباح اللي هتحصل في السوق. استاذ احمد ثابت خبير اسواق المال، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان كنا نتمنى المزيد من التفاؤل ان شاء الله باذن الله انه يدفع المستثمر الى الشراء، وده بينعش البورصه. نشكرك حضرتك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. 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 شكرا.